بعض العلماء ذهب إلى أوروبا. سمح خلير زنر أوروبا خليست. فيعني سؤل أسئلة كثيرة. زن هيل في الفراخ أنا نفور خلخت. كانت الإجابة واحد. أنظر بس مرئين. الهجرة. إبي خريرة. هذا الحل. بعض الناس في أوروبا يصلي في الحمام والله. والله يصلي في الحمام. سمح مين زين زو أبغى فودة تزاوس إن بطرام تزدوج بيدا. يقول أنا لا أستطيع أصلي إلا في الحمام. ثم خذ أخي كمانيت إنستاتهم تبيض بعوف عند الحمام عند بط عند طولات. لماذا لا تهاجر؟ برم إمي خليل ينيت. إذن إجابة الأسئلة كلها وجوب الهجرة إلى بلاد الإسلام. بس الأنتفرض بألا فراغة إس فبليختين فان هت إمي خليل أنا الإسلام والحمد لله. أن الله فيزن الله. نعم.